واحل في الزحمه في شارع محمد الخامس وتحب تعمل قيلوله من غير ما تروح للدار، ايش نقول لك شنو تعمل في الكهرباء هذه؟ تجي لهنا تحط كونتاكت هكاك، اقعد معي ها شنو تعمل، تدخل تضبط الوضع وتحط نوم صحي. وانظر يا حبيبي، يلا تصبح على خير. حتى سيخ قاعدة تهز روا، ثبت مليح. والصوت اللي تسمع فيه موش غريب، هو صوت يحطه لك باش انت ترتاح. عم تقول لي كيفاش تو انا كيهزني النوم؟ هي الفازة فيش؟ الفازة في انه من بعد 45 دقيقة تفيقك وحدها، وإذا أنت زادت تنجم تعدل وحدك، هاو ديجا الوقت بدا ينقص، أما أنت بطلت سي الامبوتياج ولا الزحمة وفات وإلا فما شكون كلمك، شو تعمل تحط إنهاء الوضع؟ ما تعمل حتى شيء آخر زاد. ريلاكس وتقعد تستنى. إيش قالك في الحكاية هذي؟ وترجع كراو لمستوى تاع الكرسي اللي كان فيه. عسلامة ومرحبا بكم الناس، كل فيديو جديد ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة يا رب. رمضان مبارك على الجميع، وشهية طيبة كانت تفرج فيها قبل اذان المغرب، وصحة شريفتك ولا صحة فطورك كانت تفرج فيها بعد اذان المغرب. كيف ما تعرفوا السيارات الصينية قادرين يعملوا في غزو في كل الاسواق تقريبا، ومعاهم زادة التكنولوجيا نتاع السيارات الكهربائية. كي نحكيوا على السيارات الكهربائية نحكيوا على الصين، علاش؟ على خاطر نعرفوا اللي بي واي دي، العلامة الصينية بي واي دي، هي أكثر علامة توا مزدهرة في عالم صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في صناعة البطاريات. علاش جبت لك بي واي دي؟ من بعد تجربة القيادة على الكهرباء هذه نقول لك، شنو هي الكهرباء هذه اللي معنا اليوم؟ الكهرباء هذه أنا متأكد أنت ما ريتش منها حتى تقديم ولا تجربة تونسية، وبالنسبة للموديل 2023 هذه أول تجربة عربية لي كتجربة، الموديل 2023 وبتبيعها كتجربة تونسية، هذه أول تجربة لي. الماركة اللي معنا اليوم ماركة صينية من نوع سكايويل. شنو هي سكايويل هذه؟ وكما قاعدين نشوفوا كهرباء من قدام ظاهره سياره كهربائيه، دونك باش نحكيوا على الماركه، باش نحكيوا على الكهرباء، باش نحكيوا واش نسوقوها بعد ونشوفوا قداش تمشي وقداش المدى نتاعها وقداش الموتور نتاعها حسيله، باش نحكيوا على كل شيء. قبل ما نبداو اشتراكك في القناه مهم برشا باش ترى فيديوهات كيف هكا، وباش نكثر برشا من الفيديوهات تاع السيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه الهايبريد، وكان تبعنا على الباج فيسبوك وعلى انستغرام باش ترى كل جديد عالم السيارات. يلا بينا ليتس جو. سكاي ويل او بالاحرى سكاي وورث، سكاي وورث جروب. علاش قلت لك سكاي وورث؟ على خاطر عام 1988 حلت شركه في الصين اسمها سكاي وورث، سكاي وورث هولدنج، مجموعه نتاع شركات واستثمارات وكل، كانت تعمل في الالكترونيات، تعمل في الشاشات والتلافز، ومن بعد بشويه بشويه تطور وتحب تتوسع في المجال الاستثمار تاعها، تعمل كماين، تعمل كيران، ومن بعد بشويه بشويه عام 2010 شافت اللي الصين مزدهره برشا في صناعه السيارات، شافت اللي فما فرصه في السيارات، قالت ممكن اعلنت على نيتها انها تدخل في عالم صناعه السيارات. باهي 2017 اعلنت رسميا انها باش تبدا تخدم على اول سياره لها. 2020 مع عام تاع الكورونا اعلنت على اول اس يو في لها، وهذا اول موديل والموديل الوحيد لحد الان. اما فما حاجه اللي باش تستغرب منها تو، الكهرباء هذه تتصنع في الصين اما ما تتباعش في الصين، دونك هذه هي الحاجه اللي فيها، دونك هي تتصنع في الصين اما ما تتباعش في الصين، مخصصه كان للتصدير أكهو. وين التصدير؟ التصدير لحد الان موجوده في فلسطين، موجوده في مصر، موجوده في الاردن، موجوده في الامارات، بدات بشويه بشويه دي بالنسبه للشرق الاوسط، موجوده في تركيا، وبالنسبه لاوروبا موجوده في رومانيا، موجوده في بولندا، وزاد شفت اللي فما نيه انها باش تكون تتباع في امريكا وفي كندا. دونك هذه لمحه عامه على الماركه، ماركه سكاي ويل، دونك جديده في عالم السيارات صراحه. هذا اول موديل لها، لكن بالرسمي ابدعت فيه، وبالطبيعه مش كل شيء عملته هي، ما تماش 100% سكاي ويل، اما تقريبا 90% الصينيه الا شويه حاجات اخذتهم من عند المانيا. دونك باهي قلت لك راهو هذا اول تجربه عربيه للموديل 2023. علاش؟ خاطر توا كان تحل على اليوتيوب تكتب سكاي ويل تجربه ما تشوف بالعربي تلقى موديل 2022، شو باش تلقى؟ لهنا باش تلقى شبك وهمي اكحل فيه خلايا كحلوا بال 3 دي هكا. اش عملوا هما؟ كي تنشرت الكهرباء بدات تبيع وبدات تتعرف وكل، نحاول الشباك هذاك عباره حجمولها شلغمها معناتها بالرسمي، عباره حجمولها على الصفر من هنا، كهرباء كلها طولة، عباره طولة معناتها جوست طولة وضوء كهو، معناتها كان مش كان هكا راهو نحاول بلاكا جات مش حاجه مهمه معناتها. الحقيقه الحكايه دي اذواق، لكن انا عجبتني تاع موديل 2022 تنوريها لكم، هي موجوده هوني ديجا جنبي موجوده تنوريها لكم من باراليل. بالنسبه للديزاين تاعها من قدام، بالنسبه للضوء، الضوء نتاعها بالليزر، دونك لا ال اي دي لا فول ال اي دي لا حتى شيء، بالليزر ضربه واحده معناتها راهو على قدر كانت تكسر راك باش تكت باش تدفع معناتها بالكدا. وشنو هو؟ ويوريك من قدام حتى 300 متر
وادابتاتيف. معناتها ادابتاتيف معناتها كان كهرباء عرضتك ضوها قوي ضوها ضعيف، اي مكان الحاجه اللي برا الضوء يعرف يتصرف وحده وانت ما تعمل حتى شيء. دونك كما قاعدين نشوفوا فيها هنا عندي كاميرا، هنا عندي نتاع الرادار فيها كاميرا 360 درجه، وهذا اللوجو نتاع الماركه مش خايب اللوجو صراحه. هذا كله بالنسبه للقدامي نتاع الكهرباء. من هنا كان فما قبل اونتي برويار نحاوه، دونك قعدت لهنا هاي فارغه باللكحل بالبلاك هكايا وكها. وهذا هو بالنسبه للسياره من قدام. خلينا نشوفوا جنب وباش تشوفوا قداش الكهرباء كبيره. عطا نقول لكم كيفاش مع شكون باش تقارنها. الكهرباء ما شاء الله كبيره بالكدا، بالرسمي انا ما لقيت لهاش منافس من المنافسين اللي ممكن يجيو لمخك، خاطر الكهرباء حتى في الفيديو ممكن ماش تظهر الكبيره. اما تعرف باش كنت تقارنها لقيت لها منافس في الكبل بالكدا بالكدا، شيري تيجو 8 برو طولها 1.69 متر، وهذه اعرض حتى من شيري تيجو 8 برو. هذه معناتها ما تقاسم كان الارتفاع والطول مع تيجو 8 برو، الباقي ديجا هي اعرض حتى من تيجو 8 برو. تيجو 8 برو الكبيره معناتها بالرسمي راه الكهرباء كبيره بالكدا، كهرباء عائليه بامتياز. تشوفوا حتى المساحات من داخل جنط 19 انش، فيها فرانت ديسك بالطبع من قدام وبالطبع من تالي. كما قاعدين نشوفوا فما برشا بساطه في الديزاين نتاعها، ما نحبش برشا خطوط. ها هو خط يمشي هكا يكمل حتى لاخر الكهرباء من غادي. الريتروفيزور بالطبع يدوروا اوتوماتيكيا، الدخول بالطبع من غير مفتاح. معناتها هذوما حاجات راهو سيئه، هذوما ما عادش نحكي عليهم والله اوبسيون كل، هذوما حاجات سيئه بازيك ولا. كما قاعدين نشوفوا فيها كهرباء كبيره بالكدا، عندنا كروم من غادي في بلاصتو جي بالكدا محليه، على الاقل يكسر شويه حكايه البساطه نتاع الديزاين وكل. وعندنا لي بار دو توا من غادي، هذا بالنسبه للجنب نتاعها. خلينا نشوفوا التيلاني والديزاين نتاعها غريب برشا من الخلف. يلا اقعدوا معايا. بالنسبه توا للتيلاني نتاعها شوفوا كيفاش لهنا عندنا ضوء واحد هكا هكا من هنادي ومن هنا، ولهنا هذا كله يشعل. قاعدين نشوفوا فيه في الليل فيها اضاءه مزيانه برشا، حتى كلمه سكاي ويل ماهيش مكتوبه معناتها جوز دينا كهو، وانما تشعل في الليل. توا احنا في النهار اما ممكن يكون في وسط الشوروم نجم نصورها اذا نقص في الليمينوزيتي ما تنقص في البرايتنس. عندنا من هنا نتاع الرادار، وعندنا بالطبع الكاميرا. وشوفوا البساطه في الديزاين نتاعها، البساطه في التصميم قويه برشا. عندنا اي تي 5 على فكره نسيت باش نقول لكم، كهرباء اول ما خرجت عام 2017 كان اسمها سكاي ويل اي في 6 او في 6 اي في 6. دونك من بعد كي بدات التصدير ودي مثلا تركيا رومانيا الشرق الاوسط فما كهرباء موديل اسمه كيا اي في 6، دونك ديجا هو جاي قبلها فهمت. دونك اش عملوا باش ما تصيرش فما خلطه في الاسم وباش ما تصيرش بعض قضايا كل خطا صارت قبل مع مصنعين تاع الشركات تاع كهرباء، دونك بدلوا لها الاسم نتاعها اي تي 5 في عوض اي في 6. دونك هذه بالنسبه للموضوع هذا باش يكون في علمك. دونك وهذا هو بالنسبه للتصميم نتاعها من تالي. الكهرباء بالرسمي كبيره بالكدا، شوفوا كيفاش من هنا فخمه بالكدا. خلينا نشوفوا الكبر تاع المال نتاعها كيفاش. تو نجيو تو للمال نتاعها، الشنطه ولا الصندوق الخلفي نتاعها نفتح خليه في يدك ما تنزل على حتى شيء. ها واش تعمل؟ جست قدم يديك اساقيك شويه كها هو يعمل لك هكا الصوت وبعد يتحل وحده باهي. بالنسبه للحجم نتاعو في ال 470 متر حوالي في الرقم هذاك، كل شيء مغلف يمين يسار، فما حتى بلاستيكه تراها. يعني عندك هذه باش تغطي بها ولا حاجه. نجيو لهنا ما عندناش روت سكور، وانما برشا كرافته ما عادش يجيو عجله احتياط ولا معناتها يجيو كان كومبريسور هكا هو تاع ضغط هواء هكا هو. اما راي برسمي كاليتي برسمي تحسهم كواليتي في الحكايه، تحسهم جوده في الحكايه. عندك 12 فولت على اليمين وعندك ضوء ال اي دي على اليسار هكا هو. بالنسبه للمال حبيت لو كان فيه اصلا معناتها ضوء اخر اكثر، وكان تطويها ما زال تطوي المقاعد الخلفيه تعطيك اكثر من 1100 ايترا، واللي هي وقت تكون كبيره بالكدا بالكدا ما تخدم عليها حتى تجاره. ما تفوتيهاش هذه تجاره. حتى لهنا هذه مغلفه كذا، باش تهبط المال كما تنجم تهبطه كما حليته، والا تجي لهنا تنزل على الفلسه. حكيت لكم على المفتاح اما ما وريته لكمش. ها هو المفتاح. دونك هي تو الكهرباء جديده زيرو ويت، حتى مازال ما خذاها حتى حد. دونك المفتاح مازال في وسط الباكيت نتاعو مانيش نحلو انا. دونك اما باش نوريه لكم، مفتاح كبير شويه بلاستيكه خفيف على الاخر، فيه ثلاثه فلس حلين تسكير ونتاع المال. معناتها المال شوف قداش من الطريقه من طريقه تنجم تحلو بها. باهي هذا بالنسبه للمفتاح تاعها. خلينا نشوفوا توا المقاعد الخلفيه. اخذوا معايا بسم الله. صدقوني يا جماعه ما تقولش يشكر في الكهرباء بالرسمي، معناتها ما عندي حتى مصلحه اني نشكر في الكهرباء صراحه، لكن بالرسمي الكهرباء كبيره بالرسمي. معناتها انا قلت لكم تقارنها بتيجو 8 برو ليه، وهذه اعرض حتى منها. دونك هذيك تسمى كبيره برشا وهذه حتى اعرض منها، معناتها حتى المستهلك التونسي مش متعود حتى على الكهرباء كيف هناك. كهرباء تفرج معناتها
معناتها توك جيت دخلت حسيت روحي والله حسيت روحي معناتها داخل عباره البيت عاديه فهمت، جيت طلعت ساقي شويه كهو الكرسي هذايا، الكرسي هذايا مقدم على مؤخر من هنا تنجم توخروا توخرتوا الكل هذايا مؤخر الكل اخذ الاسباس ما شاء الله ما تنجمش تحط بيبي كي لهنا ومن هنا تنجم تتحكم فيه هكا هكا شوف لين ترقد بهذا بالنسبه للكرسي. بالنسبه للخامات من هنا ما فماش بلاستيك، كان شويه برك لهنا، لهنا عندنا سيميلي كوير بالسيربي كوير بالكحل، لهنا عندنا بلاستيك دو ولهنا مغلفه زاده، لهنا بالبوا البوا اكيد فيك ماهوش حقيقي، ولهنا كي زاده غلفوها كي بالالومنيوم كي تحسوا هكا، ولهنا عندنا النظام الصوت، نظام الصوت نتاعها سكاي ويل لان هي شركه قلت لك في الاصل تعمل في الالكترونيات والتلافز، دونك نظام الصوت عملته وحدها، وهذا هو بالنسبه للكونتر بورت نتاعها. بالنسبه للكرسي نتاعها عندنا فيها تروا روبستات وعنا السن روف من فوق، نجيو للبلاصه الوسطانيه تخش عليها البلاصه اللي على اليمين بالضبط، ما فما حتى ديجا ما عندكش تونيل خاطر كهرباء الكتريك وما عندكش حتى هذا مش داز ولا حاجه بالرسمي اوكس كيفاش هكا، ولهنا عندك زوز وحدين شاحن تايب اي العادي معناتها تشارجي بيه، وعندك كيما نتاع الدار بالضبط ما تنجم تجيب فريجيدير صغيره، تنجم تجيب بي سي تلفزه صغيره تسترجعها هوني، معناتها عندك بريز كيما ترى فيه انت في الدار، وعندك بالطبيعه زوز فتحات تهويه، اما نطور كهرباء كبيره كيف هكا كان جاو عندنا كعبتين صغار منا ومنا زاده خاطر بالرسمي الكهرباء ما شاء الله. نجيو لهنا نفس الحكايه بالرسمي الكهرباء كبيره، ولهنا بالطبيعه عندنا سان روف وكهرباء كبيره، دونك حطوا لنا زوز اضواء على اليمين وعلى اليسار بالطبيعه ال اي دي، هما توا قاعدين يشعلوا ال اي دي، كان فما حاجه بعيده عليك تنوريها لك انا اون باراليل باش انت تراها ما اقرب، هكا بالنسبه للتلياني، مالك كيفاش القدامي؟ القدامي افخم من التلياني بالطبع، دونك لهنا برسمي اصلا ذكرتني شويه بالتيجو 8 برو، ما عرفتش علاش نقارن فيها برشا بالتيجو 8 برو خاطر ما لقيت لها حتى واحده في الحجم نتاعها ما شاء الله، اما برسمي كهرباء فخامه فخامه بالضبط بالضبط هذا، ما عندك ما تحكي معناتها كفخامه كشركه من زاد كي دخلت في العالم هذا وماهيش راهي ماخذه اكرام من عند شركه اخرى ولا هذا مقلدته على شركه اخرى لا بالكل. دونك لهنا عندنا نفس الفينيسيون من قدام من تالي، البوا الكوير السيمي الكوير السيربي كوير كل شيء، لهنا عندنا هكا نظام الصوت مكتوب عليه سكاي وير هكا ما غادي نوريه لكم، عندنا الفولون تاعها مغلف بالكوير بالسيربي كوير، عندنا من البلاك من هنا البلاك هذا اللي قاعدين تراو فيه هو نفسه اللي كان في الكالندر القدامي اللي نحاوه في الفئه هذه نوريه لكم ولا راني وريتها لكم، عندنا كلمه سكاي وير، عندنا على اليسار نتاع الكروز كنترول وعلى اليمين نتاع التليفون والبلوتوث والحركات هذاكم باهي. لهنا عندي هذا شوف كيفاش فخامه والله فخامه ومغلف من داخل، وهذه ماهيش فريجيدير وانما مثلا انت حال الكليماتيزور وهي ديجا بارده تحط حاله تبقى بارده فهمت ما تسخنش، اما ماهيش تحط حاله تسخن باش تبردها لك دونك وتسكروا هكا، ذكرتني شويه مرسيدس الحكايه هذيا. دونك هذا عندنا قجر هكا في زوز حاملات اكواب وفي من في الوسط وين تحط المفتاح نتاعك، وعندنا لهنا اللوفي نتاع الفيتاس نتاعها بالطبع الكتريك ما فماش فيتاس معناتها عباره انا قاعد نحكي على فيتاس واحده فهمت، عندنا ار ان دي اس اس اللي هي نتاع سبورت. لهنا حاجه اللي عجبتني لانهم الفلوس تاع الكليماتيزور خلاهم واحد رغم اللي الكرون كبير ما شاء الله يذكرك شويه بتسلا ولا بي ام دبليو كيفاش قاعده تعمل تو، انه الكليماتيزور خلاه وحده يقول لك بالك الكرون ما يخدمش وانت حاجتك الكليماتيزور انت عايش في الامارات دونك الكليماتيزور لازم يخدم ما عادش يهمك في الكرون وقتها، هذا بالنسبه للحكايه هذيا. الكراسي نتاعها بالطبع الكتريك طبعا هذه حاجه ما فيهاش نقاش ما غادي من هنا نفس الحكايه، الكراسي كبير والكرسي بالرسمي هاي بالكدا لهنا يا بت اسيستي يا بت في عقله مش يا هبط لك على ساقيك، والبواق قاعد تبع فينا على الكبر تاع الكهرباء كلها والتابلت بور كله مغلف بالكوير، اما الاكرون تو انا مثلا نشوف كيف طقس الشمس ما شاء الله، دونك لهنا الشمس قاعده ضربه في الاكرون او زيد شويه باش نوريكم الاكرون ممكن تضرب فيه الشمس، دونك لازم تعتي على الشاشه نتاعها، يلا خلينا نكشفوا اكثر الداخليه نتاعها اقرب لي اكثر. باه نبداو نحكيو على الداخليه نتاعها، الفولون قبيله هاكا حكيت لكم عليه من هنا هكا. هذا من الفلس من هنا بالطبع فيها تلفزيون الكتريك كاتفيزيون الكتريك هذوما حاجات عاديين على الاخر باهي، نجيو لهنا تو انا تو نفتح في جيبي دونك نجي لنا ننزل عندي سكاي وورد ما غادي شوف كيفاش ليد ذا فيوتشر ذا فيوتشر يا قياده المستقبل ولهنا عندي الاكران هذا يا خلينا نعاود لكم مره اخرى باش تشوفوها، دونك هذا الاكران نتاعها شفتوا كيفاش الشمس ضربه فيه حتى معناتها الكاميرا ما سلمتش منه باهي، كهرباء خدمة تو كهرباء خدمة خاطر ما سمعت حتى حس بالطبع هو دونك ضربة فيه الشمس بالكدا، لكن اللي باش نحاول نوريه لكم دونك هو جلوبالمون فيه كل شيء فيها كل شيء الكهرباء حاجة بركة ما فيهوش الاندرويد اوتو ابر كار بلاي، اما باش عوضوه بهذه هاي
ايزي كونكشن. ايزي كونكشن هذه واللي هي هل تريد سماح تطبيق ايزي كونكشن بالدخول للصور، هذه ابلكيشن انت تشارجها على تليفونك تولي تتحكم في الكهرباء، في كل شيء تتحكم فيه، تولي حتى تشوف قديش فيها شارج، تحب تخدمها وانت مازلت في الدار، تخدمك ما تزيد، تتحكم في اي حاجه في الكهرباء. اما بالطبع مش باش تحرك الكهرباء دونك، لان تحكم بالسياره بتشوف اعدادات السياره دونك، عندك لان اضواء السياره ترفعهم تهبطهم، فيها كل شيء، راهو الاكران فيه كل شيء، ضبط الوضع لهنا كذا، مساعدة السائق هذه تحب تنبيه السرعة، إذا السرعة تفوت السرعة تقول لك، إذا تحب تنبيه الإرهاق يعني تتعب تقول لك، منع تشغيل الفيديو أثناء القيادة، تحكم في ثبات السيارة، التكييف زادة تتحكم فيه، خدمات المريحة، عندك قدرة الشحن تو 100%، كهرباء تو معناتها فيها 100% شحن من غادي، دونك الإكران مش ظاهر معكم بالقدام مع الأسف، وسائل إعلام محلية غير متصل بالجهاز، بلوتوث، اعدادات النظام، لهنا هاي متاع الكليماتيزور متاع الكهرباء. من هنا نجيو لهنا تو، بالنسبة لهنا اش عندنا؟ ما فيهاش راهو الافيشاج تيت اوت، والا عندك زوج حاجات ناقصينها واللي هي الافيشاج تيت اوت هيد اب ديسبلاي والشارج اندكسيون واللي هي الشحن اللاسلكي في الكهرباء، دونك هذوما حاجات ناقصينها. دونك لهنا اش نعاودوها سكاي وورد من غادي، اها وكل هنا عندك هذيك 12.3 انش فيها كل شيء، دونك قال لي عندك الباب محلول من غادي، اليسار عندي نتاع الراديو، ولا هنا عندي كهرباء قداش ماشي، ماشي 16 كيلومتر جديده قلت لكم، معناتها مازال ما خذاها حتى حد. دونك على اليمين عندك الزيرو كي دبليو، وهذيك نتاع القوه نتاع المحرك نتاع الكهرباء اللي نحكيو عليهم بعد في تجربه القياده، هذاك بالنسبه لهذاك، وبهذا بالنسبه لهذا. دونك نجيو لهنا قلت لكم فيها السان روف، اما شنو الحكايه؟ هذا لازم تقعد نازل على الفلسه، شوف كي نسيب يقف، ما فهمتش عليه ما عملوهاش نازله واحده امبيليسيون يعني هكا. فما نازله واحده، هذه ظهر فيها في موديل 2023. ده تو انا نعاود نحلها خاطر باش نحلها ده. الا ما يحل يكمل حل ده. لا شفت السان روف اللي تقعد نازل. شوفوا قداش يتحل، يوصل حتى شيء لوراء الروبستيت على الكرسي قدامي هكا هاو، وتوا نسكروه هكا. تو نبداو بالتست درايف نتاع الكهرباء، تو في تجربة القيادة تاعها، باش نحكيلكم على كل التفاصيل اللي يخص الموتور نتاعها والاوتونومية مدى القيادة وكل شيء، ونحكيو على كل شيء يخص الكهرباء. تو بالنسبة تو باش نخدمو ننزلو هكا، تو هكا هذا الكونتاكت. دونك الكهرباء توا هكا خدمت، نحطو دايما من هنا ونبداو بسم الله. باهي باهي، قلت لكم عاد سكاي ويل عام 2017 وين بدات تخدم على السيارات الكهربائيه، دونك 2017 حتى 2020 بالطبيعة مش كفاها الوقت ولا ماشي توسع بالها تعمل موتور. دونك اش عملت هي بالنسبه للموتور تاع الكهرباء؟ خذته من عند بي واي دي، بيلد يور دريمز، من عند شريك بي واي دي. وكي نقولوا بي واي دي في الالكتريك عباره قلنا تويوتا في الميكانيك، معناتها بي واي دي ما شاء الله هو اكثر مصنع معناتها خادم بالكدا في الحكايه هذه. شوف احنا توا في هبط، احنا توا ما كان حبيت نختار الطريق هذا، ما حبيتش نختار الطرق برشا، حبيت نختار الطريق هذا باش نشوفها اكثر في وسط البلاد. باهي بالنسبه للموتور تاعها القوه نتاعو 150 كيلووات، 150 كيلووات كي تعوضها بال هورس باور تجيك 195 حصان، معناتها الكهرباء هذه القوه نتاعها 195 حصان، والكوبل نتاعها واللي هو العزم نتاعها 320 نيوتن متر. هذا بالنسبه للموتور تاعها، قدرك الموتور تاعها ماخذته من عند بي واي دي، والبطاريه تاعها ماخذتها من عند مصنعين اخرين. دونك بالنسبه للحكايات نتاع الالكتريك والميكانيك تاع الالكتريك اللي فيها الكل ماخذين هما لبرا، ما هي سكاي وير هي اللي عملته، باش ما تقولش مصنع جديد ما يعرفش يعمل. دونك هذه بالنسبه للحكايه هذيك. دونك بالنسبه مثل هي تو لهنا الشارج نتاعها 99% تقريبا، عباره 100%. ما شاء الله كهرباء الفريناج تاعها قوي على الاخر، قبيله نسينا الباب محلول، ندوم من زلت الكهرباء على الاخر معناتها تفاعل بالدي بي دي. دونك قلت لكم بالنسبه للموتور نتاعها الحكايه هذيك. بالنسبه للمدى القياده نتاعها في اللونج رينج توصل حتى 648 كيلومتر، في اللونج رينج نتاعها توصل حتى 648 كيلومتر. ديك 648 كيلومتر باش تخطر لهم صراحه لازمك معناتها اذا تعارك انت ولا اكسلراتور يقول لك جهربي ينزل، كما تزرق يقول لك جهربي خلينا نخدم، فهمت؟ معناتها عباره
مع 948 راهي قياده راهي اقتصاديه بالقدر بالقدر، ممكن تعرف توصل 5% في افضل الاحوال. وحاجه اخرى الحكايه دي تعتمد على البنيه التحتيه نتاع الدوله، على خاطر مثلا كيما الكهرباء دي مثلا موجوده في الامارات، حسب ما شفت في الامارات ما تنجمش توصل للاوتونومي نتاعها بالكل اللي قال عليها الكونستركتور. علاش؟ على خاطرها غادي سخونه على الاخر كيف ما تعرفوا، وغادي كما تزال لازم يخدم الشتاء والصيف، دونك ما تنجمش توصل. فهمت؟ في تونس ممكن تنجم توصل، ما في الصيف لا، في الصيف لا. مثلا كيما لهنا تو قاعدين نجرب فيها مثلا في تركيا، تركيا فيها البرد على الاخر وفيها السخانه، فيها السخانه على الاخر، دونك وانت والبلاصه اللي تسكن فيها، دونك الاستعمال موجود من جهتين، في رومانيا موجوده، وفي تركيا في اول فيديو في بولندا موجوده. تنوريكم كيفاش تشارج مغادي. بالنسبه للشارج نتاعها من 0% في 8 ساعات بالشحن العادي، ومن 20 حتى 70% في 36 دقيقه في الشحن السريع. دونك اخترت لكم الفيديو هذا كي تشوفوا اصلا الكهرباء. نحاول نزل عليها شويه توا. السسبونسيون نتاعها سوبل على الاخر، ما تحس بحد شيء، والالكتريك طبعا تسمع في حتى حس. انا مش قاعد ننزل برشا، راهو سي وصلت 70 تقريبا. ما شاء الله الكهرباء مبوسه بيدي، كهرباء كبيره ما شاء الله. يعني انا هذه اكبر كهرباء نجربها لحد الان. الكهرباء اللي اصغر منها جربتها سكاي ساو ايست دي اكس 7، اصغر منها بشوي، لكن هذه اكبر كهرباء نجربها، واول اس يو في نجربه في القناه. اسمع الصوت تاع الكليمتون. برسم على كهرباء باهية بالكدا. بالنسبة لتونس زعما باش تهبط ولا نتصور تنجم تهبط، مش تو، مدة أخرى نتصور على الأقل عام آخر. خاطر مثلا الدول اللي هبطت لهم مثال مصر، مصر في البنية التحتية في سيارات كهربائية معناتها تحسنت بالكدا. الأردن كذلك، الأردن وصلت تاكسيات معناتها سيارات كهربائية. فلسطين ذات كذلك. رومانيا وفولندا بالطبع معناتها تابعين للاتحاد الأوروبي وتابعين القرارات تاع الاتحاد الأوروبي، دونك أكيد البنية التحتية نتاعهم مهيئة. وزاد باش يصير التسويق تاعها في أمريكا وفي كندا. من 0% في 9 فاصل هكاك تقريبا، وهذا موديل تاع 2023 كما قلت لكم. برسمك الاحساس كي تسوق كهرباء الكتريك ما تسمع في حد شيء، برسم الناس ما في حد شيء، كانك شويه حسك كي توزويز هكا باش على الاقل. خاطر فما حكايه سيكوريتي، مثلا تنجم انت كهرباء ما فيها حتى حس، تنجم انت واحد يقص قدامك وما يسمعش الكهرباء، دونك يصير اكسيدون. بالنسبة للسيكوريتي اللي فيها كل شيء، محافظة على المسار، بخلاف محافظة على المسار حتى كان انت ما حبيش تحافظ على المسار تاعك هي ترجعك المسار تاعك، وفيها تاع التصادم الامامي، وفيها الستة ايرباجات، ما فيهاش ثمانية ولا حاجة، فيها ستة ايرباجات، وفيها تقريبا كل شيء، ديتكتور دو فاتيك، كل شيء كل شيء فيها تقريبا. بالطبع سيارة كهربائية ماهيش ماهوش تستنى تقعد تستنى قوة تجيك، دوما تنزل، شفت كيفاش دوما تنزل الكهرباء تنزل معك. دونك لهنا بالطبع قاعدة هاتفية على اليمين عبارة كيما نقولو احنا الكونت الاستهلاك، مش الاستهلاك وانما البويسونس قداش وصلت. مثلا انا توا هي 150 كيلو وات، مثلا انا توا قاعدة هاتفية في 3 4 5 6 وقاعدة هاتفية في الا واحد الا اثنين، معناتها الا واحد الا اثنين خاطر فيها اوبسيون نتاع انو انت كي تسيب الاكسيليراتور تفهم فيا باش تعمل الكهرباء تعاود تشارجي روحها وحدها. دونك هذه حبيبي هذه موجودة تقريبا في اغلب السيارات الكهربائية الفخمة. فيها اوبسيون اخرى زي هاي على الاخر تساعد الدول الباردة كيف رومانيا وبولندا وكل. الاوبسيون هذه شنو هي تعمل؟ انما تبدا باردة برشا غادي، والكهرباء الالكتريك كيما الكهرباء العادية لازمها تسخن، لازمها تسخن، انت لازم تستنى الموتور يسخن باش تعطيك القوة الباهية. وحتى في الالكتريك لازم تستنى زاد البطاريات يسخنوا. دونك على هذاك فيها اوبسيون انك حتى كان الدنيا باردة تنزل على فلسة انت من هنا وبوطون من هنا البطاريات يسخنوا وحدها. هكا نكون كملنا الفيديو نتاعنا بالنسبة لليوم، ان شاء الله تكون استفدت. هذه هي كهربتنا بالنسبة لليوم، وتنساش تعمل اشتراك في القناة كان تحب ترى فيديوهات كيف معاكم، كان تحب تتابع كل جديد عالم السيارات تنساش تتابعنا على الفيسبوك والانستغرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.